كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. عم حاضر أبو الطيب. طيب حاضر 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 طيب. سهير المرشد. إيه آخرتها إيه يا أبو الطيب. يوسف داوود. يطرح دايما حاضر طيب. سامي سرحان. أحلى طيب وسهل. ونجم الإذاعة رأفت فهيم. يوهب ليهم كل حنان. فكري صادق. حاضر دايما وقت الشدة ولا يتأخر عن خلان. سمير البنا. هالة النجار. بس ضروري يفكر حتى. أشرف زكي. قبل ما يبقى حاضر طيب. حمادة سلطان. ياما مشاكل حصلت لينا. أشعار نجيب نجم. اللي ما كانش أصلا طيب. موسيقى إبراهيم رجب. خير خير اعمل خير من غير تفكير ولا تندمي على فعل الخير. اعمل خير من غير تفكير ولا تندمي على فعل الخير. تلقي الدنيا حلوة جميلة كل ما فيها أصبح طيب. تلقي الدنيا حلوة. فرقة حسيب عباس الموسيقي. أصبح طيب. هعمل إيه وحقولك إيه. هعمل إيه وحقوله إيه. محمد السيد سالم التالين. علي حسن المناعي الإخراج. شوف يا أستاذ حاضر، ما عليك إلا إنك تاخد أجازة من شغلك من غير ما تقبض ولا مليم ولا تقرب ناحية الخزنة. قصدك أجازة بدون مرتب يعني؟ أيوة هي دي أجازة بدون مرتب. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي تجهز ولا مؤاخذة الباسبور بتاعك وتتكل على الله في بلاد الله الواسعة. ماشي الكلام، بس انت متأكد يا فوزي ان شركة السفر دي مظبوطة عندها فعلا عقود عمل في الخارج؟ كلام ايه ده يا عم حاضر، دي شركة زي الجنيه الذهب، بس المهم يكون معاك المعلوم. وكام يعني المعلوم ده؟ شوف يا سيدي حسبة 5-6 بكاوي كده. ايه؟ وافتح بقى السهريج والهط بقى الزيت ابو زبدة. عظيم، بس انا انت لازم تتصرف يا ابو محروس، دول مؤاخذة حسبة شهر واحد من اللي هتقبضه بره، وبعد كده جهز بقى الشقة المحروس ووضب لمؤاخذة جهاز اخته. ماشي كلام يا فوزي، بس انا برضو يعني تاني اسمع كلامي يا ابو محروس، دي مهما كانت فرصة. حاضر يا فوزي حاضر، ماشي كلام يا سيدي. حس كده بقى، اوعى لمؤاخذة تنسى حلاوة فوزي اللي نور النور. فوزي اللي نور النور وفتح السكة الصحراوي. من أنا فوزي، من أنا. طيب يا أخوي. يا ندشتي، يعني إيه؟ يعني إيه حاضر؟ يعني غرضك تسافر وتسيب عيالك؟ ما أنا مسافر لأجل عيالي عتيلة. آه يا ناري، حقول إيه حقول إيه، ما فيش غيرها، ما مضايق الزريبة إلا النعجة الغريبة. على عموم لطف الكلام يخدع الكرام. طيب طيب يا حاضر، وعلى العموم أفضل من السؤال ركوب الأهوال. عليك نور يا عديلة، أود أنت قلت الكلام الصح، وإن شاء الله بكرة هسحب من البنك 4,000 جنيه اللي حلتي، والمهم انك تتصرفي في 2,000 جنيه كمان عشان اكمل المبلغ ونبقى في السليم. هتبقى في السليم ازاي؟ ونعمل ايه؟ اجيبهم منين؟ اجيب هم ما يتلم بالشكل ده منين؟ من حصيلة البيع يا عديلة. بيع؟ بيع ايه يا راجل انت؟ بيع كل حاجة واي حاجة عندنا ممكن تجيب فلوس. المبلغ ده يا عديلة لازم يكمل، وبكرة بالكتير حتى لو اضطرينا نبيع الشقة ذات نفسها. Thank you.
عزة الزبون وقع على دماغه. حلو، بس اوعى فوزي يكون قلت له ان الحكايه اي كلام، وان مكتب التسفير بتاعنا ده مفتوح بالنصب ولا بالاوانطه. وده كلام برضو يا سي عزت، ما انا قبل كده جبت لك 50 مغفل زي حالاته، قلت حاجه ولا نطقت بكلمه؟ حلو، طب تفتكر امتى بقى يا فوزي هيجهز الفلوس ويسلم لي جواز السفر؟ بكره يا سي عزت هيجهز. حلو، واخر حلاوه حس كده بقى يا فوزي، خليك مواليه، اوعى يفلت من تحت عينيك، واول ما يجهز اتصل بيها بالتليفون لاجل ما اجي على القهوه دغري واروقك. وحلاوتي بقى يا سي عزت. حلو، ولا فكرتني يا فوزي بحكايه، انما ايه؟ ايه هي يا سي المعلم؟ اقول لك عليها يا فوزي. قالوا للديب هيسرحوك بالغنم، عيط. قالوا له بتعيط ليه يا ديب؟ وده شيء بتحبه. قال خايف لا يكون الكلام كدب في كدب. بس انا بصراحه حاضر يا اخويا مش مطمن للموضوع ده. ليه يا سي زكي؟ ليه؟ لاني اشك في امانه الواد فوزي القهوجي ده، واشك في شركه التسفير اللي بيقولك عليها، واللي كلها كم يوم وتسمع عن النصب والتزوير اللي بيعملوه. بيعملوه فين بس يا زكي؟ بيعملوه في قلب شققهم مفروشه. انت اصلك نايم وما تعرفش حاجه؟ دول يا راجل بينهبوا الغلابه الطيبين ويسيبوا الشقه ويجروا على شقه تانية، وحركات نصب جديده وهلم جره. كلام مظبوط، بس انا مش عارف ليه انت دايما كده يا زكي تشك في صوابع ايديك. لاني لماح وبفهم الهوا الطاير، الدهان على الوبر ما ينفعش. ماشي كلام، بس انا لازم اتصرف لاجل الظروف يا زكي، ما انت عارفها، لازم اعمل حاجه عشان العيال. ما هو انت لو ما صحيتش لطريقك يبقى لا مؤاخذه بتضيع ولادك. الله، على راي المثل، اهم اللي يكبوا القهوه من عماهم ويقولوا الخير جاهم. بس ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. على العموم انت حر، اعمل اللي انت عايز تعمله، بس يعني بس انا بس ايه يا زكي؟ بس ايه؟ ده انا خلاص بقيت جاهز من كله، مش ناقص غير اني اركب التاكسي واقول له على المطار يا اسطى. ايه؟ سلم لي على في الطياره. انت حر يا سيدي، انا نصحتك وخلاص. يا طالب السمن من ورا النمل عمرك ما انت مقلي. يا راجل بقى كفاك بقى يا اخي، كفاك تشاؤم، اجري اقعد على السطوح واللي ليك فيه نصيب ما يروح. حاضر. ها؟ حاضر. ايه؟ الفلوس هي حبيبي. الله ينور عليك. وعلى الله ما تطلع الشركة زي طبل عبد الهادي منفوخة على الفاض. الله بقى يا عديلة، انت هتعملي زي زكي ولا ايه؟ لا يا حبيبي ما تزعلش وتكشر كده في وشي، انا مش هعمل زي حد خالص، انا هعمل زي نفسي. وعلى العموم بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيطه. عديله. نعم. عديله، انا ان شاء الله هرجع لك بالسلامه حبيبتي. ان شاء الله يا حبيبي. وهرجع لك ومعايا الخير كله. ان شاء الله يا روحي، ان شاء الله الخير كله. ان شاء الله يا حبيبي. يا رب زغرتي يلي ملكيش نفس. ان شاء الله يا حاضر يا حبيبي، بس يا خوفي يا خوفي من شمات الحساد اللي بتفتت الجباد. عد عميرة حمي واقرا الفاتحة لأمي، واتنين شاي وقهوة سادة وسكة على العنان. حرامية مين بس يا زكي؟ حرامية مين؟ مش شايف في القهوة أي حرامية؟ يا راجل انت هتنقطني، ده انت لمضك كلها بطفية. في شنطتك يا عم حاضر 6000 جنيه اللي ناوي تسافر بيهم، عشان كده يا سيدي انا برجوك فتح عينيك من الحراميه وافهم كلامي كويس. على رايك الواحد يحلها بايده احسن ما يحلها بسنانه. وعموما ما تخافش، مفيش ولا جنس واحد في القهوه يعرف ان في شنطك كحيانه دي 6000 جنيه غيري انا والواد القهوجي اللي اسمه فوزي. امال حراميه مين اللي بتقول عليهم بس؟ بتتكلم عنهم من الصبح ليه يا زكي؟ الصبر يا رب، انا ما اقصدش حراميه الفلوس، خصوصا اللي ما يعرفوش انك معاك فلوس. امال تقصد حراميه مين؟ الحراميه اللي بيسرقوا روحهم، اللي بيسرقوا فرصتهم في الحياه. زي مين مثلا؟ زي اللي بيضيعوا وقتهم الغالي ويرموه في زباله الكلام الفارغ وبلاعه لعب الطاوله واهام السفر. الله، وفيها ايه دي؟ هيقول لي فيها ايه؟ فيها يا سيد الفاضل ان الانسان ما بيعيش الا مره واحده، ولا يملك الا فرصه واحده للحياه، إذا ما خدش باله منها ضاعت منه كل حاجة.
وده اخد باله منها؟ ايه في الساعه دي بقى ما شاء الله هيكون عنده رصيد في البنك وعمارة على النيل وعربية اخر ايامها. المهم دلوقتي انك تفتح عينيك، الراجل اللي هيصفرك زمانه جاي عشان يقبض الالفات ويقوم باللازم. يعني يعني مش ضروري تحط الشنطة في حجرك بالشكل ده، المهم انك تفتح عينيك وتاخد بالك. حاضر. اسمع يا سيد. نعم يا سيد البيت. قولي بقى تحب تسافر فين ان شاء الله، وترسي في انهي سكة؟ اي سكة تشوفها تعوض اللي راح وتجيب لولادي لقمة حلوة. اه حلوة. طب تحب تشتغل ايه بقى؟ احب اشتغل اي حاجة يا سيد الباشا، المهم القرش الابيض اللي ينفع في اليوم الاسود. اه طيب بلام فيها اسود، تحب تشتغل مدير مثلا؟ مدير؟ مدير ايه؟ مدير بنك. قال احب، طبعا احب، بس انا بصراحة انا مش قوي في الحساب. يعني بلام كحيتي في الحساب كده، يبقى انا ممكن اشغلك تعبي زيت في براميل. ما عنديش مانع بيه، بس الصحة يعني. لا بقى ده الظاهر عليك مناكف وغرضك تاكل وانت نايم. اكل وانا نايم؟ كلام ايه ده ناس؟ لا يا سردة، ده انا هل كان في شغل الارشيف بقالي اكتر من 30 سنة. حس كده، ايه رأيك لو اشتغلت في بيع الجرايد؟ مفيش مانع، شغلانة مش بطالة. حس كده بقى يلزمنا باكو فوق الباكو ده. ايه؟ ايه بس انا بكرة تجيب الباكو، وان شاء الله بعد بكرة السفر، وخلي لمؤاخذة جواز السفر معاك وفلوسك معانا، ولا يعني ما فيهاش امان المسألة؟ افهم. لا 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 لا، لا. ازاي بس يا سردة، ده انت تتقل بالدهب. ماما. نعم. شفتي الخبر اللي مكتوب في الجرنان ده؟ يا خبر، خبر ايه اللي مكتوب يا محروس يا ابني؟ اسمعي اسمعي، ضبط عصابة للنصب والاحتيال على رغيف السفر. يا لهوي، وجايبين صورة ابوك يا ود؟ لا يا ماما مفيش صورة ولا حاجة. يا دي النهار الابيض اللي مطرز بلولي والماز، يا دي النهار اللي مش فايت على ابوك اللي رغيف السفر. اسمعي يا ستي هقرالك. اسمعي. وقد اتخذت العصابة من شقة مفروشة ووكر لمزاولة نشاطهم في النصب والاحتيال يا اختي على المواطنين رغيف السفر للخارج والاستيلاء على اموالهم. والنبي والنبي ومن نبى النبي نبي، دي ما اموالنا، دي اموال الديانه وحق حتتين العفش اللي رمانا الاخر على البلاط. انهم يحصلون على مبالغ تتراوح ما بين 4000 و6000 جنيه من الضحيه يا اختي، وضبطت بحوزتهم كميات كبيره من جوازات السفر يا خراشي، وتمت احالتهم للنيابه. يا خبتي زغرتي اللي ملكش لبس. افتح له افتح له، افتح للكبير بتاعنا اهو. رجع رجع حاضر بيه، رجع بالسلامه صاحب البيت الحزين المعلم بطين. ايه يا بابا رجعت ليه وايه اللي حصل؟ اللي حصل اللي حصل يا ابني يا محروس ان راحت كل حاجه. ايه؟ ان بيتي اتربعت حيطانه على دماغي. اسم الله عليك وعلى بيتك واللي فيه، خراش عليا. ومع كده برضو يا حاضر صدقت كلام عصابة التسفير وقلت لهم حاضر بصوتك الجهوري ده. عدتي عدت يا ام محروس، عدتك واللي هتشتريها. على العموم ومهما كان، بيضه النهارده احسن من فرخه بكره يا حاضر. وبدل ما اتجوز ويبقى لي بيت زي ولاد هي، خليت نبيع جرجير واتسوق برسي. عيني عليك يا حبيبتي، من افعال مرات ابوكي. بس على مين يستعدل؟ على راي المثل، مرات ابويا شاطري وانا اشطر منه، تعد اللحمي ونقطع مني. المهم قولي لي وطمنيني، انت جايبنا ايه من وراها؟ جايبالك لف الزبده وشويه بيض. تسلمي. ودي دبحتهولك مخصوص قبل الفجر ما يدن واخرج للطب. اسم الله عليكي وعلى حواليكي. قولي لي يا حبيبتي، عايزه فيهم كام كده بالصلاه على النبي؟ اللي تجيبيه يا خال، ولا اقولك ها؟ حوشي لي حقهم معاك. حاضر. ماشي ماشي يا حبيبتي ماشي. وعلى رأي المثل، رحت بيت العم عملت لي فطيره بسمني، ورحت بيت الخاله عملت لي فطيره ابن خالي. اسم الله عليكي. انا قلت لك قبل كده يا حاضر بلاش تقول حاضر،
واني قلت حاضر دي بيتكلف الواحد كتير يا سي حاضر. فعلا حضرتك قلت لي كده فعلا. وحذرتك اكتر من مرة وقلت لك بلاش تيجي على نفسك وبلاش تقول الكلام ده، بلاش تقول حاضر على طول، اخلص بقى من قلت حاضر وتعامل بحذر في كلمة حاضر يا سي حاضر. حاضر يا فندم، انا في الحقيقة انت في الحقيقة ما بتحبش تزعل حد، انا عارف. مظبوط كده يا سيادة المدير. وكانت النتيجة انك قابلت تاخد شغل الاستاذ عبد المنعم اللي على طول مزوغ وهو شغله مكوم على مكتبك لان صاحب بالين كذاب يا استاذ. يا فندم وصاحب ثلاثة منافق. انا بقى اسف لو بلغت المدير العام بالفوضى اللي موجودة هنا على مكتبك. يا استاذ ابو حجر صدقني انا لا حجر ولا طوب. انت طبعا عارف كويس قوي ان المدير العام الجديد الرجل الصعب الرجل الهمش ما يحبش التسيب ابدا، وممكن قوي يديك جزا وساعتها بقى ذنبك على جنبك يا حاضر. مؤكد يا فندم انا هتخلص من العاده دي. اي والله، لكن امتى ربنا هو الاعلم. لا يا استاذ حاضر، لازم تقاوم، لابد انك تقاوم، لان مفيش انسان ممكن يرضي الناس دي كلها ابدا يا حاضر. حاضر يا استاذ ابو حجر، ربنا بحق جاه النبي يقويني. وحاول انك تفتح اي ملف تحطه قدامك كده على المكتب كموفلاش كده، لان محتمل جدا المدير العام يمر وانت عارفه راجل صعب ووحيم زي ما قلت لك، وطبعا هو على حق، ولا ايه رايك يا حاضر؟ مفيش كلام، وطبعا هو على حق ما دام الغرض ان الشغل يمشي والمصالح تشوف سكتها. قولي ايه بس يا ماما؟ دبلتين ايه؟ دبلتين واسوره يا حبيبي، اعمل ايه؟ نعمل ايه يا محروس؟ دبرني يا حبيبي، ما دامت العين بصيره والايد قصيره زي ما انت عارف. ايوه يا ماما، بس الدبلتين دول معناهم ان واقع بقى على الاخر وبشكل علني قدام كل معازيم الفرح واهل الحته. يا حبيبي انا قلت لك الدبلتين والاسوره، الله وماله يا محروس يا ابني، وعلى راي المثل اخد الغندور واسكن جنب القبور. بس انا بقى لا غندور ولا عندي حتى شق في القبور. يا اختي اسم الله عليك، ده انت غندور وقمر وطلع لابوك حاضر. قول حاضر يا واد. حاضر ايه بس؟ ايوه الله، معلش يا دنيا. معلش يا ابني، ما هو اصل اللي ملوش اب يلطف به الرب. مين قال كده يا ماما؟ ابويا قد الدنيا. قد الدنيا صحيح، وربنا يخليهولك ويخليهن، بس ايه الفايده يا محروس يا ابني؟ وزي ما انت شايف كل الجمال بتتعارك الا جمالنا هو اللي بارك. انا حبيب امك لو بايدي كنت اديتك مهر اختك اللي شايله ابوك وبارك عليه في الدولاب. بس ازاي ازاي ازاي؟ اسمعي يا امي، انت هتغني يا امي وانا في ايه؟ انا مش ممكن اخطب واعمل فرح بدبلتين بس، مفيش غيرهم. دبلتين واسوره قلت لك، ده اللي حيلتي. حاضر حاضر يا مصيبتي، هات الواد وغطوه، الواد طلع لابوه. كويس انك جيت يا عبد المنعم. وعشان ايه يعني كويس اني جيت؟ لان سيادة المشرف مر وعرف حكاية غيابك وشغلك وشغلي والكلام يال ايه كلام ايه؟ وانا كنت يعني غايب فين؟ ما هو عندي عميل الشركة المعلم سعيد المرايش قوي والمليان على الاخر، يعني كنت في مصلحة لصالح الشركة. مظبوط، بس ما فيهاش حاجة لو كنت يعني قلت له على مشوار زي ده. سيبك بقى من الكلام ده كله، قولي. حاضر يا استاذ عبد المنعم، بس اقول لك ايه، الاخ ده اللي اسمه سعيد اللي كان حته موظف غلبان وما يسواش فنجان قهوه، جاب المال ده كله منين؟ انا هتجنن. جابه من مخه يا اخي، على راي المثل اذا اقبلت نام والنوم فيها تجاره، واذا ادبرت نام والجري فيها خساره. ارزاق يا سي عبد المنعم. انا يا خالي عديل هخدمك خدمي، انما كبيره قوي. يوجتك ايه؟ يبقى هتجيبي لي المره الجايه خروف من زريبه مرات ابوك؟ لا، هجيب لك حاجه اكبر من كده، بس اعملي معروف، اكفي على الخبر مجهول. حكفي يا حبيبتي حكفي، وعلى راي المثل قال يا حزين شعرك ابيض ولا اسود، قال دلوقتي ينزل عليك وتشوف. على العموم اللي ما ينفعك رضاه ما يضرك غضبه، منها لله اللي اكلت عيشنا ونتفت ريشني. منها لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيها.
خلصت اوراق الاستاذ سعيد وجهزت له ملف التوريد؟ كله تمام يا فندم. ما هو حاجه من الاثنين، يا اما سعيد ده تاجر مخدرات يا حرامي خزن ما دام عنده المال ده كله. جايز يا استاذ ابو حجر، بس يا ترى هو تاجر مخدرات ما دام عنده المال ده كله، ولا عنده المال ده كله عشان هو تاجر مخدرات؟ ما اقدرش اقول لك الفرق يا حاضر. على العموم اذا جيت تجيبها شعره مين؟ ونولد تقطع سلاسل. ايه ده؟ واللي شق الاشداء متكفل بالارزاق. ده كلام بتاع مصاطب، حكايات بتاعت شيلت يا حاضر، لان كل شيء في الزمان ده ممكن، وممكن قوي. ممكن ازاي يعني؟ او بطريقه ايه؟ انا مثلا اقدر اكون زي سعيد ده؟ انت لا. وانا لا ليه يا استاذ ابو حاجه؟ لانك بتشتغل شغل لا يمكن يخليك مليونير ابدا، وعشان كده في بدرون قاعد على طول مقرفص، بدرون بتاع الارشيف، ومتصور حضرتك ان كل الناس زي حضرتك. وانا مالي يا فندم؟ فيها ايه يعني؟ انت بقى عشان عندك ذمه ورابط نفسك بسلاسل الضمير، فلا يمكن ابدا في يوم هتدخل سبق للعربيات ولا هتتكره. لكن في حاجات ممكن تمشي بالعقل. بس انت عقلك ما ينفعش في الكلام ده يا حاضر، وده لان كل شغلتك تاخد ورقه وتمضي كشف وتقعد تعد على صوابعك الايام اللي فضل على اول الشهر. انت كده يا حاضر وهتفضل على طول كده. مظبوط كلامك يا استاذ ابو حجر، بس انا ايه بقى اللي ناقصني بالظبط عشان اكون زي الاستاذ سعيد؟ ناقصك المغامره، الشطاره، صيد الفرص، حرفنت البيع والشراء يا استاذ. عشان كده هتعيش فقير وتموت فقير. فاهم كلامي يا حاضر؟ فاهم الكلام يا بيه، بس انا مع كده بشتغل على كل جهدي. ايوه بس ايدك قصيره، مش ممكن ابدا، مش ممكن حطول الفرع العالي في الشجره. عشان كده لا هتقدر تطلع الشجره ولا في امكانك تخطف التفاحه اللي فوق الشجره. جايز جايز، بس رغم كده مش كل غني حرامي، ولا كل حرامي غني، ولا كل عاجز شريف، ولا كل شريف عاجز. عايز كده ارجوك تسكت. حاضر حاضر يا استاذ ابو حجر، حسبت من عناية يا سيادة المشرف. الله الله يا سي عبد الله، ايه الصيغه دي كلها يا بت؟ جبتيها منين يا اشواق؟ من خزنه مرات ابويا اللي اكلت ورثي، ومن يوم ما شفتها وهي منكده عليا عشتي. على العموم اللي هطوله منها احسن منها. خدي بالك يا بت، احسن ممكن تبلغ عنك البوليس وتوديكي في داهيه. ومين يثبت؟ ده هي طول عمرها تشتكي الفقر، وعلى العموم بيزرع الشر لازم يحصد الندامه. على رايك. قولي لي يا اختي، المهم دلوقتي انت عاوزه كام في الذهب ده كله؟ عاوزي 2000 جنيه وحلال عليك. يا ندشتي، 2000 جنيه اجيبهم منين؟ ايوه الصيغه قال لي الدهب يساوي اكتر من 4000 جنيه. يا سلام، طب ما خدهوش هو منك ليه؟ عشان لساني زارف وحكيت له الحكايه، وعشان كده صمم ما يشتريش الدهب مني الا اذا كان معايا فاتوره. فاتوره؟ لا يا اختي انا هاخدها من غير فاتوره. بس استني استني هنا يا بنت، تعالي ما اقول لك. استنينا يا ست الحاج. بقول لك ايه يا سحادر يا ابو الطيب، هلا هلا عالجد، والجد هلا هلا عليه. دي فرصه العمر يا حاضر حاضر حاضر، دائما اوعى تغير عادتك، اعمل معروف وتقول لا. حاضر يا عديل حاضر. تسلم. بس الفلوس دي كلها اجيبها منين دلوقتي؟ من الدولاب يا حاضر. مفيش مانع مفيش مانع، بس اللي في الدولاب ده يبقى مهر بنتك يا عديل. يسلم ومال، ما هي الفلوس بتجيب فلوس، وعلى رأي الغناوة الفلوس بتجيب فلوس، والعزول يعمل حكاية. ده العريس، العريس هو محروس يا ابو محروس، وعلى رأي المثل الصياد الشاطر يصيد، ولما ينشن يجي في المليان. كلام سليم يا عديلة، أنا على العموم موافق على العملية دي. وصدق الأستاذ أبو حجر لما قال لي المغامرة، الشطارة، صيد الفرص، حرفنة البيع والشراء، وعشان كده هتعيش فقير وتموت فقير. فاهم كلامي يا حاضر؟ مبلم ليه يا حاضر؟ خلاص يا حبيبي، ما انت قلت حاضر.
وماشي الكلام. وايه الفلوس؟ بتجيب فلوس. والعريس يعمل حكاية. رد عليا يا حاضر بيه. حاضر يا عديلة. يا اختي تسلملي تسلملي. وعلى العموم اكل العيش زي ضرب السيف. وكانت النتيجة يا ماما ان البيعة خدت مهري وديتك ذهب فلس. ياني قالتش يا فكيك ولا حاجة اتقبض عليها. بس ايه بعد ما ضيعت كل الفلوس؟ قالوا انا اللي قاعدة اغني واقول الفلوس بتجيب فلوس. يا خبتي يا خبتي يا خبتي التقيلة. ياني يا مخ المظلم. بس والله والله أبوك يا حبيبتي هو اللي وافق على البيع لأول مرة في حياته يقول حاضر في مكانها. وهو اللي قال طيب. على رأي المثل. جات الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح. قلت لي ليه حاضر يا حاضر؟ لا تعيريني ولا عيرك، ده الهم طايلني وطايلك. حاضر. لا بقى انا احبش كده. وبعدين معاك يا سنكاره. في ايه بس يا جابر يا اخويا؟ الله في، انا مش معقول بنت حلاوه تقعد كده زي بيت الوقف ولي اجل غير مسمى بغير مؤاخذه. واحنا في ايدنا ايه بقى يا سي جابر؟ الله في ايدكم تطلع لها الحكايه شويه، تمشيش الموضوع اكتر من كده. على ازاي يعني؟ الله. ابني سلامه لا كون نفسه ولا حتى خلص خدمه في الجيش. جيش يا خبر، هو لسه كمان قدامه خدمه في الجيش؟ مش كفايه الصياعه اللي هو فيها والفقر اللي على طول راكبه؟ ايوه يا معلم، على العموم كل شيء يهون. على العموم حكايه الجيش دي ممكن لما اخذ نتصرف فيها. ازاي بس؟ يعني الحكايه بسيطه، العمليه كلها مش محتاجه مؤاخذه غير كشف عيله مطبوخ وكل شيء انتهى ولازم منه. معقوله ده؟ سلامه له اخ كبير واخد تاجيل من الجيش عشان بيصرف علينا. يا سلام. طب ترى بقى الحضره بالطيب عارف الكلام ده؟ حضر مين يا اخوي؟ الحضر بالطيب اللي ساكن في اخر حاره شقه تعبانه مؤاخذه. وهيعرف ازاي وانا لا عمري شفته ولا سمعت عنه؟ طب حس كده بقى توبه فرجت، واعملي معروف خلي سلامه يشتري كشف عيله وجهزه على الختم والقبضه. اهلا يا سحاضر، والنعمه الانوار اشراكك والقهوه كلها اللي عليها انت مؤاخذه يا سحاضر. متشكر متشكر متشكر. خير يا معلم، عاوزني في ايه؟ عايز اشوفك اتقلس بيك يا مؤاخذه وبر قلبي بكلامك الحلو. لا بقى دي تبقى مواويل يا معلم جابر. احلى مواويل يا مؤاخذه. ده انت ابن حلال مصافي وقلبك كمؤاخذه يعني اكتب الكلام اللي زي الدواء. الله يخليك على العموم اي خدمه. الله يكرمك. بقول لحضرتك ايه، الواد سلامه خطيب بنت عدم المؤاخذه. ماله معلم؟ عاير خيبان، لا بيهش مؤاخذه ولا بينش، والقعده في الخزانه ولا جوازه الندامه. بس ايه الموضوع بالظبط يعني؟ طقطق ودانك معايا بقى واصحى للي هقوله. حاضر. الموضوع يا سيدي بمانتا ان ابن اختي فوق كده لمؤاخذه خطيب بنتي، وعشان بقى هو اللي بيصرف على اختي وهو ابنها وعيلتها، فاحنا كلنا في عرضك يا استاذ حاضر. الله الله الله، على ايه كل ده؟ عرض ايه؟ يعني قصدك تشغله يا معلم جابر مش كده؟ لا لا لا، غرض يعني لمؤاخذه يعني لمؤاخذه باعتباره يعني كبير، وانه لازم يتعافى من خدمه الجيش. ماله مال ما دام موقفه سليم وظروفه صح. ظبط الظبط، تسلم بقك يا شيخ. صح الصح يا ام محروس، وانت طبعا عارفني كويس وفهمني وفهم ذمتي. طبعا يا مال، فعلا يا اخي جابر. حس كده بقى يبقى خد. ايه ده؟ استنى بس وطي صوتك. استلم كشف العيله ده من غير مؤاخذه، وناولنا المؤاخذه الامضه الحلوه والختم الزهر. حاضر. من انا يا معلم جابر، من انا. وغالي يا غالي والطلب رخيص. الله يكرمك يا شيخ. يا حاضر
أنا مستعد أصدق على توقيعك يا أستاذ وأخدمك بدون قيد ولا شرط، بس يا ترى أنت متأكد من بيانات كشف العيلة ده؟ حضرتك عارف طبعا يا سيادة المدير، فهم كويس قوي إزاي أنا بقدر المسؤولية، ولولا المعلم جابر زي أخويا وكلامه زي الجليد دهب أنا ما كنتش خدت الورق ده منه ولا كنت تصدرت له. خلاص خلاص يا سيد حاضر، على العموم أنا توقيعي أهو، وكمان يا سيدي أدي ختم النسر كمان. جعلك الله عونا لكل عاجز ومحروم. السلام. فل الفل، واخر من جاء استاذ حاضر يلي طول عمرك طيب وحاضر وابن عناية. لازم كده يا معلم، خصوصا يعني ان افضل المعروف اغاثة الملهوف. تصدق بالله لا انا لولاك عليا كنت مكتئب باخر اكتئاب. وعندك واحد عريح او شيش حمل المعلم جابر وصف بالمطلوب. والشاي يا سيد يعني نوع السنه عشان بقى شاي عينيا يا عينيا، والشاي المخصوص استعجله وقتلنا كمان شويه شويه شاي في الخمسين. عينيا يا عينيا، وصي على الشاي في الخمسين. طبعا مؤاخذه يعني يعني من كل مد حرتك اول المعجبين على فرح بنت حاضر، لان مؤاخذه يعني لولا كشف العيله لكان سلامه أهل ولا تنايم. ألف مبروك يا معلم جابر، عقبال البكاري إن شاء الله. عقبال كده ابنك محروس وبنتك المحروسة. المحروسة سلوى. تسلم، ربنا يخليها لك. أنت لا هو أجي ألي. أنت فضل اسمك سيد ألي. عينيا يا معلم جابر، وعندك واحد على الريحة للأستاذ حاضر. وشيش حمل المعلم جابر ورغيف لحم تروس. يا الف مرحب، اهلا وسهلا استاذ حاضر. اهلا بيك. واهلا وسهلا باهل البيت الكروس. الله يكرمك يا معلم جابر، يديك الصحه ربنا. سلام بربع جرع، سلام كبير قوي جرعان. هو ده بقى الجدع بتاع كشف العيله. اهلا بيك يا استاذ، اتفضلوا اتفضلوا جوه. اهلا انت عيشي يا حبيبي. احنا والنبي زرنا الدنيا. يلا جوه يا حبيبي. اهلا بيك يا ستي. امال فين العريس والعروسه؟ العروسه في الكوافير عقبال عندكم، والعريس زمانه جاي. ربنا يتمم بخير. لا 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 لو الفرح مهل عليني وفرحنا لك وتهنيني. يا ماما ايه بمناسبه ايه الدعوه دي والاستقبال الهائل اللي حصل لنا ده؟ احنا ما نعرفش الناس دول قبل كده، ولا عمرنا شفناهم ولا دخلونا بيت قبل كده. يا ندشتي، هو انت ما تعرفش؟ لا ما اعرفش. ابوك هو اللي مضى للعريس وختم له كشف العيله. مضى للعريس؟ ايوه. مضى له ايه وباعتباره ايه؟ باعتباره كبير العيله، كبير العيلة، وهو يعين أمه اللي بيصرف على أمه. كبير العيلة إزاي؟ ده عنده أخ أكبر منه مسافر برة ومعفي من التجنيد لنفس السبب. يا ندشتي بتقول إيه يا واد؟ بقول إن كلمة طيب بتاعت بابا دي هي اللي ودتنا في 60 داهية، هي اللي اتعملت زي العادة مع حكاية كشف العيلة المزور، وعمرها ما هترسي على برة ولا هتنتهي على خير. يوم سبتي يوم سبتي، ويوم سبتك انت كمان يا حاضر يا ابو الطيب، وخصوصا بعد ما اتفق القط والفار على حرق الدار. ايه يا سيد انت يا هود، كل حاجه النهارده بالقرش، عندك قرش تدخل ما عندكش تخرج. كلام سليم، كلام سليم جدا يا سي حاضر. اه منك يا معلم جابر، يلا على طول بتاكلها ولعه. ربنا كريم. ومع كده يا استاذ حاضر هو على طول متهني بالدنيا والراحه واللحمه والسرير. ربنا موجود. يعني يا استاذ حاضر بذمتك اما تقف انت والمحروس ابنك الا بالحق ازاي؟
كويس الحمد لله. اما تقف قدام دكان الحلواني اللي على نصل الشارع العمومي ويجري لسان المحروس على حته بسبوسه ولا حته هريسه وتحسس لمؤاخذه على جيبك ما تلاقيش لمؤاخذه جنيه على بعضه، ادي الله وادي حكمته يا سيدي القهواجي. تقدر بقى يا استاذ حاضر لمؤاخذه، تقدر يعني في موقف زي ده تمد ايدك وتاخد حته البسبوسه ولا حته الهريسه؟ اه مفيش حديد يا عم، ازاز ازاز بس. تقدر؟ ربنا يكفينا شر الحرام، لكن لو انا منك اكسر اكسر الازاز. هيجرى ايه يعني؟ لا 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 هيجرى ايه؟ ولا حاجه بسيطه خالص، يدخلوك الدنيا ام حديد. حلو، بس انت لا مؤاخذه عملت كده يا استاذ حاضر. ايه ده؟ ايوه كسرت لا مؤاخذه الازاز وكلت البسبوسه علني وعلى عينك يا تاجر. انت بتهزر يا جدع انت ولا جرى لعقلك حاجه؟ الله، ومش حضرتك اللي خلصت العريس بنت المعلم جابر كشف العيلة المزور اللي عفاه من خدمة الجيش؟ كشف العيلة الايه؟ ايوه استاذ، اصحى اصحى يا استاذ حاضر. ولا حضرتك يعني ما تعرفش ان ليه اخ كبير مسافر برا ومعاه معافاة هو الراخر؟ يا لهوي كلام ايه ده يا سيد؟ ياسر الاستاذ حاضر، ياسر الاستاذ حاضر يا ابو الطيب. نعم يا علي، في ايه يا فراش؟ المدير لا مؤاخذه عاوزك تروح له حالا ياسر الاستاذ حاضر. وماله علي بس، في ايه حصل؟ ايه قول لي طمني. حصل وصل ياسر حاضر، والظاهر كده انه جاله خبر مش ولا بد مخليه يعني لا على حامي لا مؤاخذه ولا على بارد. اكيد الخبر اياه ده وصله، اكيد الموضوع اياه اللي وقعت فيه بقى عنده. من وقعتك المهببة يا حار. مش هو ده بيت الأستاذ حاضر أبو الطيب؟ ايه بالظبط، وأنا حاضر. طيب حيث كده بقى يا سيد حاضر، حضرتك تتفضل معانا. على فين يا باشا؟ لمشوار صغير لحد الاسم عشان في موضوع يخص حضرتك. عارف يا فندم، عارف الموضوع ده، الموضوع اللي هيجيبني الأرض. طيب اللي بقولها من غير عقل، وحاضر اللي على طول في بقي بدون تفكير. بس يا ريت حظبط من فضلك يعني، اسمح لي اغير هدومي. من حقك، وبعدها تتفضل معانا. حاضر. كنتم مع عم حاضر ابو الطيب. مهما جراني ومهما حصل لي حضر دايما حاضر طيب، علشان خاطري فكر فينا فتحية طاهر فينا، واللي بيحصل دايما لينا جمال الفيشاوي، علشان خاطري فكر فينا احمد كمالي فينا، واللي بيحصل دايما سيد عبد الباسط وعبد الحميد عثمان. عمري ما حندم ولا هتأخر عن انسان يداني يا طيب. هعمل ايه وهقول لك ايه؟ التسجيل والمونتاج اقول له ايه؟ عادل ابو العلا، رائد اسماعيل، وكريم حمحاوي. حاضر حاضر يا ابو الطيب. مع تحيات المؤلف محمد السيد سالم والمخرج علي حسن المناعي.